أعزائي المشاهدين الكرام، اليوم هو 17 من كانون أول 2023. اليوم إحنا بهاي الظهرية الجميلة بدينا مسار جميل مع الزملاء السيد خالد السباعي بن ياسين والسيد منذر بني بكر حتى نستكشف هاي المنطقة الجميلة الواعدة من كورتنا. وهاي المنطقة الجميلة الواعدة بتبدأ طبعا من منطقة شجرة أبو حر في الريف الشرقي لبلدة تبنى في لواء الكورة، وبتنتهي في منطقة شعب عليوة ومنطقة منطقة ايش يا ابو ثامر؟ عصعص. منطقة خربة عصعص. عصعص نعم. وابو ثامر الان بده يعطيكم شوية معلومات عن الطبيعة الموجودة بهاي المنطقة. الله يعطيك العافية. احنا يا اخوان هاي المنطقة انا جيتها في طفولتي، كانت منطقة لا يستطيع الانسان انه يمشي برجليه بها الا نعم. بصعوبة. صعوبة بالغة. بسبب كثافة الاشجار اللي فيها. نعم صحيح. ولكن هنا احنا فتحوا طرق يعني زراعية، ولكن هو تدمير للبيئة انا بعتبره. وللاسف الشديد هاي صار مجال للحطابين منذر لقدام مجال للحطابين يجوا يستغلوا الاماكن هاي. لا 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 ايوه ايوه ياخذوا طب لا وقفش وقفش وقف خلينا ابو ثامر يحكي وانت قريب يلا كمل ابو ثامر. هذا لما فتحوا الطريق هاي ايوه للاسف الشديد صار مجال للحطابين ايوه يحطوا كثير ويقطعوا كثير من الاشجار نعم، وصار اعتداءات على الغابه نعم. وهاي المنطقه طيب اعتبرها من اجمل مناطق الموجوده الاردن لا بل والوطن العربي. صحيح. طيب شو انواع الاشجار الموجوده في هاي الغابه الجميله اليوم احنا ماشيين فيها؟ هاي شجره هاي هاي اللبنه شايفها؟ شجرة اللبنة هاي شجرة اللبنة طبعا بالإضافة للقطلب. هذيك شجرة القيقب القطلب القطلب نعم القطلب ليس القيقب. السنديان الدائم الخضرة نعم. وفي عندك الملول نعم. شجر الملول اللي هو شجرة الأردن الوطنية موجود هون والبلوط. وعندك هون أشجار هاي مثلا شجرة البرزة بيقولوا البرزة صحيح. هاي البرزة بتكون شبيه باشجار الزيتون هاي بتركب عليها بتركب نعم. عليها زيتون قال انه تركب عليها زيتون. طيب ابو ثامر شو اهم الحيوانات البريه الموجوده في هاي الغابه؟ يا سيدي العزيز هاي الغابه اللي اذكر كان يعيش فيها كان يعيش فيها موجود ضباع ضباع نعم. وكان يعيش فيها الثعالب نعم والحصيني بن هوا. وكان في شيء حيوان يقولوا له الوحش عندنا لهم نوع من انواع الذئاب كان يعتدي على اغنام الرعاه نعم واصحاب المواشي ويخطف خروف او عنزه او جدي ويهرب. وطبعا فيها ارانب بريه فيها شو بالنسبه للذئب السوري الذئب العربي؟ والله هذا الذئب يا اخي انقطع كنا نسمع قالوا في ذئاب ويسمع عويله يعني لما اصوات بالليل لما ينادن على بعض كنا نسمع بالقفل بس هاي قربوا بطلنا نسمع الاشياء. شو بالنسبه للوشق؟ الوشق الوشق هذا هو يعني حيوان بيشبه القط الكبير القط البري او ما يعرف القط المراوي. المراوي كانوا يقولوا له عندنا مراوي اهلنا يقولوا له القط المراوي. هذا القط المراوي يعني قط كبير ولكنه متوحش نعم وله اذان ومن فوق كان عليه وردات هيك. وكان يعني في يعني غير العسل عكس الياس عكس شو انواع الاشجار الانواع الحيوانات العكس كان موجود هون بكثره نعم وموجود النياس نعم النيس وهذول عندنا برضه في قناصين كان هوايتهم القنص نعم. للاسف الشديد برضه صار يعني صيد جائر على الحيوانات هاي نعم. وبسبب الكثافة السكانية والكهرباء والأمور فكلها يا أخي فقدنا هاجت. وكان في هنا خنازير وما زالت موجودة قطعان من الخنازير تعيش بها الغابات. شكرا ويعطيك العافية. هلا بيك هلا طب